يا مساء الخير واهلا وسهلا بكم، حلقه جديده والسادسه. تحياتي بدايه لكل الاهلاويه اللي هيتابعوا معنا حلقه النهارده. يوم مش احسن حاجه في الدنيا، يوم عدينا يعني بايام زيه كتير وقادرين نخرج منه افضل. من حقك تزعل، هارد لك طبعا على ماتش امبارح، على الرغم من انه الاهلي لا يعرف الاستسلام والاهلي لا يعرف الياس والاهلي لا يعرف المستحيل. خليني اقول لك انه او خلينا نحط العنوان الرئيسي لمواجهه الاهلي وسان داونز. فوز كان في المتناول ولكن التعادل عادل، خلينا نبقى منطقيين وموضوعيين. التعادل عادل الحقيقه امام فريق، وانا كلمتكم طبعا يعني سان داونز احنا اتكلمنا عليه الاسبوع اللي فات، ومن يمكن اكتر من شهر واحنا بنتابع فرق مع الاهلي في بطوله دوري الابطال. قلت لكم فرقه سان داونز هي افضل فرقه بتلعب كوره في قاره افريقيا، وقد كان الحقيقه فرقه عندها شخصيه، فرقه عندها عناصر وعندها على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي تفوق الحقيقه، وحاله من حالات الانسجام اللي ما بتحصلش الا نتيجه شغل كتير ونتيجه انه فريق زي ما قلت لكم عنده شخصيه. شفته في كل المواسم الاخيره المنافس الاول للنادي الاهلي، ما بيكملش، يمكن ما عندوش شخصيه البطل او روح البطوله، ما عندوش دوافع تخليه ينافس لاخر المشوار، لكنه يظل واحد من الفرق لازم دايما تحطها في حساباتك وتعمل لها كل اعتبار واحترام. وقد كان الحقيقه لعبوا مباراه كبيره جدا وفترات كتيره جدا من عمر المباراه كانوا افضل مننا، بس في حاجات مهمه جدا في التفاصيل لازم نقف عندها. انا امبارح ابتديت الحلقه وقلت انها مباراه البعد عن حسابات اللازم واللو، ولكن دلوقتي النهارده وبعد نتيجه المباراه اللي انتهت بالتعادل 2-2 لازم نخش في قصه لازم ولو. وعشان اللازم واللو تبقى مرتبطه بالارقام والحسابات، خليني اقول لكم، وانا مستغرب ده بصراحه، يعني مستغرب انه الناس ما عندهاش قدره على قرايه ارقام وحسابات بسيطه جدا، لكن كل اللي بيقول انه الاهلي مطالب بالفوز في المباريات الاربعه المتبقيه ليه في دور المجموعات، هذا امر غير صحيح. مش دي الحسبه الوحيده او مش دي الحسبه المنطقيه، وان كنت اتمناها وكنت اشوف الحقيقه انه افضل رد على بدايه غير موفقه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، مش بالنسبه لتذكره التاهل، بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، انه الاهلي يفوز بالاربع المباريات بما فيهم سان داونز، وهقول لكم ليه نفوز على سان داونز في جنوب افريقيا. لكن الاهم من ده خلينا نتكلم على الارقام. الاهلي مطالب فقط لا غير، الاهلي متبقي ليه اربع مباريات، مباراه مؤجله في الدور الاول من دور المجموعات، ثم الثلاث مباريات بتوع الدور الثاني. يعني احنا هنلعب مع القط مرتين، وهنلعب مع الهلال مره هنا في القاهره، وهنلعب مع سان داونز مره في جنوب افريقيا. ايه المطلوب من الاهلي؟ المطلوب من الاهلي الفوز في ثلاث مباريات فقط من الاربع مباريات المتبقيه، بشرط ان تكون منهم مباراه الهلال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي سان داونز في صداره المجموعه ولعب ثلاث ماتشات عنده سبع نقاط. في المركز الثاني الهلال السوداني لعب ثلاث ماتشات وعنده ست نقاط. في المركز الثالث الاهلي لعب مباراتين وعنده نقطه وحيده، ويتبقى ليه اربع مباريات. طب ليه نكسب ثلاث ماتشات بس بشرط ان تكون منهم مباراه الهلال؟ لانه في الحاله دي حتى وان فاز الهلال هيبقى فاضل له ثلاث ماتشات منهم واحده مع الاهلي، هنعتبر الاهلي قدر يكسب الهلال هنا في القاهره، فبالتالي اقصى حاجه ممكن يوصل لها الهلال في رصيده ست نقاط اضافيه. على ستة موجودين عنده في الرصيد يبقى الهلال أنهى مشواره ب 12 نقطة. في حالة فوز الأهلي في ثلاث مباريات منهم مباراة الهلال، ده معناه أنه هيضيف على رصيده تسع نقاط أخرى، تسع نقاط أخرى، وبالتالي يبقى مطلوب منه فقط لا غير على أقل تقدير التعادل في مباراة سان داونز. وبالتالي هنا الحسبة تفرق معاك بشكل كبير جدا لو أنت قدرت تكسب المباريات المتبقيه ليك، واهمهم طبعا اللي اصبحت مباراه في منتهى الاهميه مباراه القط الكاميروني اللي هتكون ان شاء الله يوم السبت القادم. فبالتالي مشوارنا مش مستحيل، مشوارنا نقدر عليه بشكل كبير، وانا اعتقد انه كمان الهلال اللي هو بقى منافس اساسي او رئيسي ليك في المجموعه، انا بعتقد انه سان داونز الى حد كبير لو لم تحدث مفاجات، وخصوصا انه هيقابل اهلي في المباراه اللي جايه على ارضه، الى حد كبير حسم واحده من بطاقتي التاهل. تبقى البطاقه الثانيه الباقيه بينك وبين الهلال السوداني، وباذن الله قادرين على التاهل على حساب الهلال. طيب.